ازيك يا جدعان، عاملين ايه؟ ادينا بقالنا كذا يوم، بقالنا تقريبا حوالي يومين ثلاثة أو أربعة كمان، عمال ننزل تقريبا فيديوهات. يعني بحاول إن أنا أنزل فيديوهات أخيرة كده، بما إن الفترة دي زي ما إحنا شايفين مفيش ناس كتير بتنزل فيديوهات للجيم عموما. أنا ما بنزلش فيديوهات بقول لك بص إزاي تلاقي دلجليش، أنا دلجليش مثلا مش هلعب بيه، ولا بص إزاي تلاقي رونالدو، يعني أيا كان اللي طلع لنا أنا لا هستفيد بيه ولا أنت هتستفيد بيه، لكن حاجة كفن فيديو تغيير شويه بنجهز عقبال لما فيفا الجديده تنزل. معايا لعيبه كتير هنزل فعلا، ناوي ان انا تقريبا الاسبوع كله هقعد اعمل باكات ايكون وبتاع، فيا رب يجي لنا بقى حاجه من التوالي زيبيو ولا حاجات زي كده. تمام، دلوقتي بقى نزلت باك يا جدعان، اتوقع ان كلكم شفتوها. الباك فشيخه، الباك ب 82 سكواد و40 كيمستري، الا وهي الخمس لعيبه 82 بلس. انا من منظرها الاول ما عجبتنيش، جيت ابص ليه تنزلي باك 82 بلس، ما فهمتهاش، بس هو باين ان هم مخلين اللوك بتاعها او الباك ويت بتاعها حلو، فان انت يجي لك حاجه حلوه فيها فرصتك احسن، فدي حاجه تقريبا انا شايفها حلوه بصراحه. يعني انا شايف حاجه زي كده فرصه، فانا قلت ايه، هقعد اعمل خمسه اخد، او من الخمسه اللي طلعوا لي او الخمس باكات اللي طلعوا دول هم مفبركهم كلهم او حطيتهم كلهم في خمسه كمان واجي وهكذا. وتقريبا الفيديو ده هيكون فيه في حدود ال 15، ده اذا ما حبيتش ان انا اعمل ايكونز معاهم ولا حاجه، على الاقل هيكون فيه حوالي 15 باك من الباكه دي. فتعالوا نشوف 15 باك من الباكه دي ممكن تعمل لنا ايه او تجيب لنا ايه اصلا. فخلينا نبدا برقم ثلاثه، نسمي ونقول بسم الله، نروح على اول باكه. في الاغلب الحاجات دي بتطلع دايما ووك اوت وتوتس، في الاغلب مش مضمون دايما، بس في الاغلب بتطلع حاجه زي كده. باكيت بوردز المفروض توتس يا رب، حاجه بقى ايه تقيله تقيله. الماني مين؟ جنتر شغال 92 ريتنج، سلمت سكواد 82 خدت 92 ريتنج توتس، واكيد هيبقى معاه اربعه حواليه بقى، فالاربعه دول فيهم كلام. جنتر حلو جدا كاول باك، جنتر المفروض بقى يبقى ايه مين وراها؟ مفيش مشاكل، يعني دي مش من احسن الباكات بتاعتها بس مفيش مشاكل. يعني مراته ده في حدود السبعه، ده حوالي مثلا سبعه، لا سبعه ايه، مراته ده ب10، ده سبعه، ده سته، ده سته، يعني مثلا 12 19 اسمه ايه 30 تقريبا، وزود عليهم دول ده تقريبا حاجه و50 كي او حاجه و60 كي على الاقل في الباكات الاولى. وده ما تعتبرش باكية حلوه. انا شفت يا جدعان والله العظيم ناس بيطلع لها بالاثنين والثلاثه حلوين معاهم في نفس الباك، فشفت شفت فان دايك وكريستيانو في باك واحده، شفت ناس كتير وناس اعرفها. يعني انا بحب جدا الاقي الناس بتبعت لي على تويتر اللي يجي لها في الباكات، صراحه يعني بيقهرني من جوه. افتح نوعها كمان بيقهرني من جوه يا جدعان، بلاقيه بيبعت لي بالاثنين ثلاثه طالعين له حاجات حلوه انا ما جبتهمش في حاجتي، هي ووك اوت بس. نشوف ممكن يبقى ايه، اكيد مش دي بروين مثلا، ماشي مفيش مشاكل. الدر ويلر او فيرتونجن 87 ريتنج، ده تقريبا كده اسوأ باك جات لي في باكات ال 82. اوه طب ليه ما طلعش ساول في الاول؟ نايس على فكره، باك حلوه فشخ، باك حلوه فشخ فشخ. انا طلع لي كارتين كده، طلع لي ساول ده مش هيقل عن ال 40000 في رايي، مش هيقل عن ال 40000. الدر ويلد مثلا ايه 25 30 في الرينج ده، يعني بنفس ثمن الباكات اللي فاتت برضه. جيرو ده غالي على فكره، جيرو ده بسبعه تقريبا، ده في حدود السته، ده في حدود العشره. لا رقم الباكيه دي احلى حاجه فيها، ما ينفعش ما يطلعلكش حاجه حلوه. انت لو طلعت كلهم 82 ل 82 7000 على الماركت كده كده، فيعني لو كلهم 82 انت كسبان. خلينا نسمي ونفتح اول واحده، ما فتحناش اول واحده دي ولا مره، نقول بسم الله ونفتح، يعني نروح على مره كمان يا رب. عايزين بقى جينا على الحاجات التقيله دي اللي هو اشوف ايه، سترايكر فرنش كده وينتر ريفريش. انا جات لي اللحظه قلت ايكون، هو اكيد مش نيمار يعني، بس قلت ايكون كده في لحظه يعني. يا هو يبقى يا على 83 يا لو هتبقى 83 ريتنج، يا 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 و 83 ريتنج ازاي ووك اوت اصلا؟ اوف دي اسوأ باك بجداره، بالجداره دي اسوأ باك بجداره، ما فيهاش نقاش. يا طيب يعني يا جدعان، انا وانا قافل بالكاميرا كان بيطلع لي حاجات احسن من كده والله. انا لا انا حظي رجع تاني، انا حظي فيفا 19 يا جدعان، اللي ما يعرفش فيفا 19 طلع لي في شهر 4 تقريبا، يعني مش متاخر قوي، طلع لي نيمار الكارت اللي هو بتاع اليوفا تشامبيونز ليج ده 94 تقريبا ريتنج، كان ثمنه على الماركت فضل 2 مليون، نفس اكنه الهيد لاينر بتاع دلوقتي. والباك اللي بعدها على طول طلع لي مبابي،
90 فيعني واو فعلا كان ساعتها ده احسن باك لوك كان ليا في فيفا 19 يعني. وجالي ياشين وتريدبل وحاجات عسل يعني. خلينا نروح على واحده كمان. فيفا 19 كان حظي مش طبيعي، ففيفا 20 هنوني في الحظ، هنوني في الحظ في بدايه الجيم. توتس ابدا ارجع تاني، ده وينتر ريفريش، مفيش غير ريبيري تقريبا. كوندوجبيا لا، مش ده اللي احنا عايزين نشوفه، مش دي الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها. ماشي انا معاك ان انا باخد فلوسي يعني، انا كوندوجبي ده على الاقل هيخليني على الاقل اخلص سكواد كمان من باكايه زي دي، بس انا ببص على حاجات اعلى. سكرينيار معاه ماشي، انا حاجه زي كده ما تضايقنيش ان انا يطلع لي على الاقل 87 و86 مع بعض، معاهم 183 تمام. سكرينيار وكوندوجبي ما فيش اي مشاكل يعني، انا ما فيش مشاكل على حاجه زي كده. خلينا نرستر تاب ونجرب الحظ كده ان انا ايه اخرج واخش. عملتها قبل كده انا فاكر، وجالي منها حد تقيل برضو فان دايك تقريبا تريدبل. خلينا نفتح على طول من غير ما نقول اي مقدمه. احسن حاجه جات لي هنا التريدبل توتس، شوف اول مره صار توتس نايس. مين ده؟ اوزيمين سيمون ماشي 88 ريتنج يعني، كنت مش عارف يعني سوبر صبر مش محتاجه. اس بي سي 88 ريتنج، الامل بقى ان يبقى حد وراه تقيل هاي ريتنج على الاقل يعني، عايز واحد معاه على الاقل هاي ريتنج يعني. فتحنا اول خمسه، اول خمسه مش شايفهم وحشين بصراحه. فيهم واحده تعتبر هي وحش واحده اللي هي 83 مش عارف ايه، مش احسن باك بس برضو مش احسن باك، ومش اسوء مش اسوء باك برضو عشان تكون صراحه يعني. حاجات زي كده لا شغال شغال مفيش اي مشاكل. نعمل خمسه كمان مثلا، نعمل خمسه كمان وتعالى نفتح نشوف هيجيبوا لنا ايه. طب يا اخوانا عملنا خمسه كمان. معلش بقى طالما انت وصلت للنقطه دي في فيديو، احنا عايزين قبل ما نبدا فيفا 21 اجمع اول 1000 سبسكرايبر على القناه، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. عشان نوصل لكده عايزك على قد ما تقدر، اول حاجه بس قبل اي حاجه اشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، اعمل سبسكرايب لو انت يعني معلش لسه سبسكرايب قصدي، شغل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل لك فيديو تلاقيه دايما، بالذات الايام الجايه انت هتبقى محتاج تشغل حاجه زي كده، لان انا هنزل فعلا هشرح لك ازاي تبتدي فيفا من ناحيه ان انت واحد لسه ما نزلتش فيفا خالص قبل كده، او انت لسه جديد في فيفا مثلا دي اول سنه ليك، ما ابتديتش قبل كده فيفا قصدي في الاول، فانت ممكن تكون محتار هتبدا ازاي. وهديك فكره برضو، هقول لك ازاي تبتدي اول اسبوع على الاقل تعمل ايه قبل ما الجيم اصلا تفتح، تعمل ايه من الويب اب والموبايل، الحاجات دي هشرحها لك. بس قبل ما نكمل اسامي الفيديو، انا دلوقتي عملت خمسه هعملهم تاني، نفتح خمسه كمان. عايزك تنزل تشترك لو لسه ما اشتركتش، شغل جرس التنبيهات، اعمل لايك، اللايك مهم جدا 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 بالنسبه لي. ما تنساش، عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات. بص عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتات، حرفيا لو انت عايز اقول لك ايه اسال اي سؤال، المهم ان انت اكتب كومنت وخلاص، دي حاجه بتفيدني يعني. هي الفيديو اللي بيبقى عليه كومنتات كتير بيترشح كتير لناس يعني، عموما ده اللي انا عرفته. فالمهم ان انت عندك اي سؤال بص بره الكوكب اساله يعني، انا هرد عليك حتى ما تقلقش، بس اسال اي حاجه تمام. خلينا نكمل، احنا عملنا خمسه كمان، اول خمسه كانوا شغال ما جاش فيها حاجه واو، بس يعني الفودرز اللي جم منها محترمين، مش هقول لك ان هم حاجه وحشه، مش اسوء حاجه. خلينا جبنا خمسه كمان اخر مره، المره اللي فاتت بدانا من رقم 3 او رقم 4، هنبتدي المره دي من رقم 5 اخر واحده خالص، ونشوف ايه اللي ممكن يجي، دي حاجة مهمة جدا. فبسم الله يا رب. ايه ده؟ سكريم؟ مفيش حد في السكريم حلو المفروض. منين 89 انا كنت فاكر 86، ماشي 89 شغال يا جدعان. على فكرة والله يا جدعان الباكة دي ما ينفعش تخسر فيها، انت نادرا فشخ انك تخسر فيها. ليه؟ انا طلعت 89 ده حرفيا، انا لو حطيته في سكواد عشان اعمل بيها باكاية جديدة حطيت 89 ولميت حواليه لعيبه 78 79 77 الحاجات دي، باكه خلصت ببلاش تعمل باكه كمان. فاساسا ده حتى لو معهوش حد انت اكنك خدت فور فري انك تعمل باكه كمان على الاقل. نايس معاه فليب يا جدعان، نايس فشخ. نتمنى بقى في الاربعه اللي باقيين دول ان يجي لنا حد واو، فتحنا رقم واحد اول واحد خالص. انا شفت حاجات مجنونه من ناس ثانيه، انا مش ههدى غير لما يجي حاجه مجنونه زيهم برضو، فده تقريبا عادي، مش حاجه عادي، هو دايما بيحب يعني يشد كده، ده عادي. كيبا مفيش مشاكل، افتكرته في الاول يعني جالي احساس تيم زي اوحش باك ازفلكويتا وكيبا اوحش باك تاني. الواد ده بيجي كتير فاشخ في الباكات، بما انها مش ماشيه كده هطلع واخش تاني. يمكن تظبط، خلينا نسمي نقول يا رب يا هادي، ونفتح باك في النص تمام. توتس تمام يعني فرنش، ايه ده؟ المفروض تسوي ووكر، انا بلعب ووكر اصلا، انا بلعب ووكر اصلا، ف
فماشي ووكر يجي لي تاني شغال. ووكر على فكره يا جدعان عاجبني فشخ، عاجبني فشخ فشخ، ويعني ممكن تضحك عليا لو انا بقول حاجه زي كده، بس عاجبني اكتر من لولا، ما تستنيش ازاي، بس عاجبني اكتر من لولا في الملعب يعني. رايس ماشي، جالي ووكر استخدمه وابيع ووكر اللي معايا دمي، ونفتح الباك الثانيه. انا كده كده هعمل على الاقل 15 ل 20 في الفيديو ده، احاول اعمل كتير فيه، هيكون ان شاء الله في حاجه تقيله يا رب. لو ما طلعليش في 20 واحده حاجه تقيله، لا كده كتير يا جدعان، كده انت انت كده بتستظرف. دافيدل لا انت كده بتستظرف، انا اسف بس لا كده كتير. اربع باكات من ال 82 بلس، لا يا رب يكون اللي هو ايه ده، ده الهدوء اللي بيسبق العاصفه، بس بالمنظر ده لا مفيش عاصفه اصلا خالص. خلينا نفتح اخر واحده يعني، ايه اللي هيتغير يعني؟ لا اقفل ولا افتح ولا اي حاجه، خلينا نفتح واحده كمان شوف الدنيا عامله. يا بوردز يا بوردز برضو لسه. طيب دول كده اوسخ خمسه دقونانه تقريبا، فا مش حلوين. نايس والله. لا 84 كتير و85 شغال ملك كلاب شويه. خلينا نعمل خمسه كمان ونجي لكم يا جدعان، خمسه كمان 82 بلس، عملنا خمسه كمان يا برو، ويعني مستعدين ان احنا يجي لنا امبابي التيم اوف زيير. ممكن احاول اوافق ان يجي لي حاجه زي كده، ولو الخمسه دول ما جاش فيهم حاجه تقيله هعمل خمسه كمان وتبقى هديه مني ليك يا عم، يعني تبقى هديه مني ليك. عملت لك 20 باك في يعني اظن مفيش حد بيدفع الثمن ده في باكات، واحنا في الفتره دي يعني انا مش محتاج فلوس، بس يعني ما بتشوفش انت حد بيعمل او كده. المهم خلينا نبدا وعلى طول. بص من غير مقدمات على طول فتحنا رقم 2، ما فتحناش ولا مره اول مره رقم 2 يا رب. توتس بس توتس كده، ناخد العلامه التجاريه بعدها ابدا وريني. ها مين ده؟ ولا اكن جه حاجه. هو انا معايا واحد بس يا رب يكون اللي معايا انتريدبل، انا مش فاكر يعني، بس تقريبا تقريبا تريدبل اللي معايا نفس دين هندرسون بس تريدبل. نايس باك نايس باك، يعني نفتح كده كلام نايس باك. رودري ونانا هامشيك وهندرسون الباكة الاولى. خلينا نروح على الباكة الاولى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهل ال 15 باك يضمنوا لك ان يجي لك حد حلو ولا ها إيه؟ عطال 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 والنبي عطال، بلاش محرز. اهلا اهلا يا حاج محرز، بس يعني نو اوفنس والله، بس يعني عطال احسن منك يعني على الاقل في الجيم يعني. كان نفسي في عطال، انا بقالي فتره عايز اجيب عطال، عارف عطال كده رخيص اقدر اجيبه، بس عطال انتريدبل تبقى حلو. بس محرز انتريدبل 95 توتس نايس فشخ، ده تعتبر كده احسن واحد جالي من الباكات كلها لحاج محرز. يا جدعان هو محرز بكام طيب؟ محرز اظن 120 130 دلوقتي صح؟ 120 130 نايس 95 ريتنج محرز. انت لسه جايب باك اللي فاتت بوليتانو تتكل يا باشا. طب طالما اول باك كانت حلوه نروح واحده كمان على اول باك، نروح وندعي يا رب يا رب يا رب. انا سبت الدراع توتس علامه تجاريه، خش ارمي بقى لعيب كده تقيل. سترايكر مين ده؟ مندندا؟ تخيلوا كده يا جدعان والله العظيم، يعني يجي كده ايه توتس سترايكر، هو هيبقى بنيادير بس للاسف، حتى ما ينفعش مبابي، مش للاسف يعني، بس اللي هو صعب قصدي ان يبقى التشانس بتاعتي ان يبقى بنيادير فاهم، بس تمام مفيش مشاكل. مندندا 93 ولا 92 ريتنج حلو، لو في حد ورايا يبقى حلو 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 جدا كمان. قلنا انا ما خلاص ما خلاص يا حاج 92 ريتنج، وان انا حتى تقريبا مش هعمل له ريكفري بصراحه، 95 ريتنج مش هو ده اللي عامل له ريكفري. بسم الله واحده كمان ها كده دخلنا في الخرا، كده دخلنا في الخرا، كده نقدر نقول بجداره اوحش باك ممكن تجيلك من الباكات دي، هي دي دي اوحش باك تقدر تجيلك. تراب بارترا ترنكوشا كواتس زباتا، اللي هو لدرجه ان انت مش عارف تقرا اسامي اللعيبه اللي طلعت لك، تحس ان انت بتقول تعويذه. فيعني نقول بسم الله ونروح على الباكايه الاخيره وعيب. بص خليها ده، لو جت حاجه حلوه ممكن اختم الفيديو هنا، جت حاجه اي كلام ممكن اديها كده ايه اي حاجه تقيله معاه. ماشي ادي اوه نينجلا، افتكرت دي بروين والله العظيم افتكرت دي بروين. الحمد لله نينجلا، يعني انا فضلت مبرق كده، انت شفتني انا فضلت مبرق اللي هو يعني لا يعني في كلام بس مش عايز اقول على اليوتيوب، بس يعني عيب لو جالي دي بروين. هو بص ما كانتش تبقى اوحش حاجه لان هو تبقى 99 ريتنج تحط في بي سي، بس نينجلا كارت ممتاز بصراحه، جربته في الجيم كارت ممتاز، مش زي فيفا 19 وفيفا 18 الكارت ده، بس نينجولن يعني كلنا عارفين نينجولن عامل ازاي في الجيم دي،
ونايس ناينجولان حلو جدا يعني كده 5 باكات تلاقي 15 باك تلاقي منهم كلهم بودرز، مفيش غير باكتين تقريبا اللي وقعوا في السعر اللي هو ما خدتش فلوسي تاني، لكن باقي الباكات محرز ناينجولان مندندا حاجات زي كده يعني، باقي الباكات بصراحه تلاقي لي فلوسي واكتر. فناينجولان ده لو وراه حد يبقى حلو جدا، بس فعلا بلجيكا كام دي في رعب هنا، كان في رعب حرفيا جوايا مفيش مشاكل يعني. بص ما اقدرش اقول لك حاجه وحشه، بس ده بكام نانجولا؟ ما اظنش غالي، ف 130 نفس محرز نفس سعر محرز. بس نانجولا عامل ازاي؟ فور ويك فوت هاي هاي ماشي كارت يعني فن شويه تغيير من اللي بنلعب بيهم. ويعني حبيت ان اعمل لك فيديو كده سريع، اظن الفيديو ده مش هيعدي الربع ساعه، من 10 لربع ساعه في الرينج ده تقريبا، ويعني فيديو كده فن 15 باك 82 لو انت عايز تشوف الحظ عامل ازاي فيها حلوه، اقدر اقول لك اعملها لو انت حابب ان انت يعني تعملها. بصراحه ما كلفتنيش ولا كوين، ولا كوين دي جابت لي محرز، جابت لي نانجولان، جابت لي كذا لاعب كده فور فان في وسط الفرقه، فودرز كتير للاس بي سي لو انت عايز تعمل ايكون باك، كل باكات عملتها ببلاش. فلو انت معاك لعيبه كده زياده 86 85 اعمل بيهم اول واحده، هتلاقي اول واحده دي هتجر معاك الباقي والكلوب بتاعك بقى اتملى 82 وانت طالع يعني. يعني فن، جرب ارمي لعيبتك جدعان بعد اذنكم، معاك فلوس ارميها في باكات زي دي ليه؟ انت مش هتعمل حاجه بالفلوس لما الجيم تقفل عليك، يعني الجيم خلصت وهتخش في فيفا 21 هتعمل ايه بكويناتك في فيفا 20؟ يا جدعان فككوا كده، بصوا فككوا خالص يعني، ارموا الكوينات واوعدكوا فيفا 21 دي سيبوها لنا، اتفرج بس عليا تابع يعني اشترك بتاع يعني، ما بحبش ان انا اقولها كتير بس يعني خليك معانا ما تقلقش، فيفا 21 وعد هديكوا شويه نصايح ممتازه، والنصايح انا مجربها على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا، ويعني اتوقع ان هي هتنفعكم جامد جدا جدا في البدايه بالذات. وبس لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك بينفعني جدا، اشترك في القناه شغل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل حاجه جديده تجيلك، كلمني على تويتر لو انت عايز اي سؤال اكتبه لي هنا برده لو حابب، بس على تويتر بنتكلم هناك يعني، عايزك تتابعني على تويتر بجد فعلا هناك، تويتر هتلاقي بص تحت اسمي اهو، تحت اسمي اهو او كده اهو اهو، خد تويتر ده اكتبه بس او اعمل لي فولو عليه هناك لو انت عندك تويتر يعني. بنتكلم كتير جدا، بنتكلم كتير، بنزل تويتات كتيرة جدا في اوقات غريبة، بتكلم فيها على اللي بيحصل في فيفا، لو نزل مثلا كود بسرعة مش لازم انزل فيديو، لو نزل كود ولا حاجة تلاقيهم ايه رميلك كده تويتاية، خد بالك مثلا اشتري لعيبة كذا. يعني نبهتكم انا فاكر في شهر ثلاثة ايه لا شهر خمسة او شهر خمسة نبهتكم على ميسي، ميسي كان نزل حد في الرايت وينج تقريبا كوبو، كان كوبو اس بي سي تقريبا في السمر هيت تقريبا مش فاكر قوي، فميسي خد كراش حوالي 400,000 كوين، نبهتكم على الحاجه زي دي على تويتر وقلت لكم اشتروا بكل فلوسك حاجات زي ميسي، نفس الكارت ده واديتكم كارتين قلت لكم اشتروه، اللي اشتراه معايا زاد في كل كارت 150,000 بعد التاكس، بعد التاكسز عموما بعد الضرايب والحاجات دي كلها 150 صافي داخل الاكونت بتاعك. انا نفسي كنت اشتريت 4 أو 5 ميسي تقريبا وعملت من ميسي ده في حدود 700,000 كده يعني كده يعني قاعد كده ساعه بس، عقبال ما زاد خد له تقريبا بصراحه 6 ساعات عقبال ما يزيد ولا 7 ساعات ورفع تاني، بعت ولا هنا 700,000 في 7 ساعات مفيش احلى من كده. فعلى تويتر في خطفات كده بالذات في الاول في بدايه الجيم، خليك معايا وهنظبط الدنيا يعني. وبس اشوفكم في فيديو جديد، ده كان نهايه الفيديو ويا رب يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.